أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. كنت معكم الشيخ محمد صلاح حجي ابن قرية كفر حجي مركز أولاد صقر ومحافظة الشرقية.